feel good, un magicien professionnel, et je dirais professionnel et amateur. Là, c'est amateur, je dirais peut-être bad, mais professionnel et amateur, je veux dire l'Islésia ou un Maghrébé, ou voilà. Les types même quand on se regarde, les fois quand on est en Maghreb, quand on se regarde, quand on regarde la télévision, quand on voit les magiciens en Europe, les États-Unis, donc c'est qui doit aller à Psyhéré, donc quand déjà moulu, ou même si tu l'Europe, le fait le magel en ont fait, on a quand tu peux تدخل ليكول تعلم وهذاك هو علاش يعني بديت باسكو جيتي باسيوني ومع مرور الوقت تطورت يعني الخدمه حتى وليت يعني وليت بروفيسيونيل ناتورالمون زعما هي بغيت نقول يعني مده غتكون تقريبا اش نقول لك لا ما قلت لك شي مده غنكذب عليك المده هي مده الحياه ديالك الانسان محدو كيعايش محدو كيتقدم في العمر كيتقدم حتى في داك الشيء اللي كيتعلم فيه وكيزيد 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 يعني دونك اون اريت جامي دو جو ديري با دانفونتي مي بوتيت دو ري افونتي دي شوز ولا تبدل لا فاسون ديالهم كيفاش كتخدم كيفاش كيداروا كيفاش كيتقدموا للجمهور ونحاولوا كنتادابتاو مثلا هاد الجائحة ديال كورونا مثلا سدت لنا لي تياتر دونك وبزاف ديال الحوايج دونك كاع الفنانين ضروا لان ما بقاش داك لو لايف لو شو لايف مع الناس وليتي كتمشي شويه بلوتو للديجيتال لا تيليفزيون ما يقدرش الناس كاملين غيدوزوا في لا تيليفزيون ما يمكنش دوز الفنانه كاملين في لا تيليفزيون دونك كتلقى واحد لا فينيتر كما كنقول كتحل ديال الديجيتال هوغوزمون ولكن سي با فيابل ان شاء الله نتمنى ان الناس يرجعوا لهاد يعني جائحه تسالي والناس يرجعوا للتياتر ان شاء الله بحول الله في العروض الخاصه كاينين بالنسبه للعروض الاخرى على ما اظن حيت الناس ما كانوش عارفين ربما حفيد غودي ليكزيس يعني هذا هو اللي كاين والحمد لله احنا في الطور ديال اننا كنتقربوا للجمهور بشويه بشويه وكنشكر جيتو من التلفازه المغربيه اللي بفضلها انها عرضوا عليا ولاو الناس كيعرفوه ملي كتخرج الزنقه ولا الناس كيعرفوك كيبغيو يقول لك يعني اللي كيعجبك هو الناس الصغار وامهات كيعرفوك يقول لك غادي نتغدوا ماجي هذا لان الحمد لله كيتفرجوا في التلفازه المغربيه ودونك شافوا الباساج عجبهم داك الشيء دونك كاين اقبال وان شاء الله حنا كنتقربوا اكثر واكثر للجمهور المغربي ان شاء الله بيان سور كاين فرق بالنسبه الفرق بالنسبه للبوبليك يعني الجمهور ما غاديش ما كيستقبلش بنفس الطريقه في لوروب وفي لي ايتازوني ولا ميم لو جابون ولا هذا كيستقبلوا هما لا ماجي كما كيقولوا سي انترتينمنت يعني باش يضحكوا ويلعبوا في المغرب كيبقى واحد التخوف داكشي اش كنقول يعني في الناس ما كاينش تخوفوا هما العاب خفه لا غير يعني غا ضحكوا ونشطوا ولعبوا داكشي عادي زعما جدا بلا ما تخافوا ان شاء الله حتى تجي مع الوقت وحنا غادي نافونس ان شاء الله هنا الله يودي كاين مفاجاه في رمضان الله يودي كاين واحد البروغرام ان شاء الله حنا كنفيلميوه مع لي جوغ ديال الفوت بروفيسيونيل في المغرب وكيكونوا فنانات هما ونشوفوهم في واحد السيتياسيون اللي ما مولفينش نشوفهم فيها يعني اون دوغ ديال لو تيران ولا اون دوغ ديال التياتر نديروا لهم دي تور دو ماجي ونشوفوا لي رياكسيون ديالهم كيفاش غادي يتفاعلوا مع داكشي وغيكونوا مفاجات زوينه بزاف